ولنقاش ملف انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن وتعطيل مبادرة إدخال الوقود إلى ميناء الحديدة وعرقلة الحل السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي عادل الحامدي. أهلا بكم أستاذ عادل. أسعد الله مساءكم بكل خير. وأسعد الله مساءك. فشلت مبادرة الحكومة اليمنية بإدخال الوقود عبر ميناء الحديدة، كيف يفسر إصرار ميليشيا الحوثي على معاقبة المدنيين الذين يتواجدون في المناطق التي تسيطر عليها؟ طبعا تستفيد جماعة الحوثي من الضعف الذي تعيشه قوات الحكومة الشرعية، وتراجع الدعم الدولي للحكومة الشرعية في اليمن. نحن نلاحظ بأن الإرادة الدولية لتحقيق السلام في اليمن ودعم الحكومة الشرعية ما زالت إرادة واهنة وضعيفة، ونلاحظ أيضا بأن التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية يبدو كما لو أنه هو الآخر منقسم على نفسه بالنظر إلى التباينات الموجودة بين القوتين الرئيسيتين الداعمتين للحكومة الشرعية، وأعني هنا الإمارات والسعودية. تستفيد جماعة الحوثي من هذا الانقسام ومن هذا الضعف في دعم الحكومة الشرعية، وتسعى لتكريس نفسها كحكم أمر واقع في شمال اليمن والسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء. علينا أن نتذكر مرة أخرى بأن الحوثيين لا زالوا يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، وأن المجتمع الدولي بما في ذلك البعثة الأممية لم تستطع إلى حد الآن إجبار الحوثيين على تراجع عن السيطرة عن العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا تأتي الانتهاكات التي يتم فرضها على اليمنيين، وربما اختطاف وقتل وتعذيب كثير من اليمنيين، يأتي هذا في سياق عدم وجود جدية من المجتمع الدولي في كبح جماح سواء الحوثيين أو حتى في الضغط على الأطراف الداعمة للحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء. هنالك أيضا بعض الإشارات الأخرى التي تتحدث عن أن الحوثيين ربما يستفيدون مرة أخرى من المبادرات التي تجري تحت الطاولة بين الأطراف المتصارعة في اليمن، ويسعون مرة أخرى إلى التأكيد على أنه لا يمكن البحث عن حل عسكري في اليمن، وأنه لا بد من حل سياسي يضمن مصالح الحوثيين مثلهم مثل باقي الأطراف. علينا أن نتذكر مرة أخرى بأن الحكومة الشرعية لا تواجه فقط التمرد الحوثي في الشمال، وإنما أيضا تواجه تمردا جنوبيا فيما يتصل بالخلاف مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. هذا الذي هو هذا الوضع هو الذي دفع الحكومة الشرعية إلى عدم القدرة على اختراق الهيمنة الحوثية على شمال اليمن. سيد عادل، نحاول التركيز على نقطة فشل مبادرة الوقود وانعكاساتها على الحل السياسي الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة. طبعا مرة أخرى مبادرة الأمم المتحدة ومبادرة الحكومة ورفض الجماعة الحوثي لمبادرة أو لإدخال الوقود عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه، ربما هذا يأتي في سياق محاولة فرض وجهة النظر الحوثية كما قلت سابقا، وعدم وجود جدية من المجتمع الدولي في فرض حل حقيقي وسياسي يستطيع أن ينقذ اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة جماعة الحوثي. لا يمكن وفق القانون الدولي ووفق المنطق ووفق الواقع أيضا، لا يمكن أن يظل المجتمع الدولي صامتا هكذا يتفرج على آلاف بل مئات الآلاف من اليمنيين يموتون تحت سيطرة جماعات متمردة غير معترف بها دوليا، وهي تصنف حتى في المجتمع الدولي تصنف بأنها جماعات قريبة من الإرهاب. كيف يمكن لهذا المجتمع الدولي وللبعثة الأممية وللتحالف العربي أن يستمر كل هذه السنوات منذ العام 2015 إلى اليوم دون أن يحقق تقدما حقيقيا وملموسا يستطيع أن ينهي هذه الهيمنة وهذه السيطرة؟ هناك سؤال حقيقي ربما يطرحه كل متابع للشأن اليمني، دعك من هذا التفصيل، تفصيل أن جماعة الحوثي رفضت مبادرة
من الحكومة الشرعية المدعومة من المجتمع الدولي. دعك من هذا التفصيل، من حيث المبدأ، كيف يمكن لجماعة متمردة وفق القوانين الدولية أن تستمر طيلة هذه الأعوام في السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء؟ من أين لها بهذه القوة وهي تعيش حصارا إقليميا ودوليا؟ هذا يشير مرة أخرى إلى أننا أمام مواقف مزدوجة وأمام تضارب في المواقف، وأن ما تقوله أو ما يقوله المجتمع الدولي بما في ذلك التحالف العربي ليس صحيحا على مستوى الأرض، وأن ما يتم تنفيذه تحت الطاولة غير ما يتم تنفيذه فوق الطاولة، وأنه ما كان لجماعة الحوثي أن تأخذ هذه المواقف لولا أنها وجدت ضوءا أخضرا وضعفا ووهنا من التحالف الذي يقود الحرب، أو من المجتمع الدولي بما في ذلك البعثة الأممية التي ظلت ظاهرة صوتية لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئا. لنتذكر أن المجتمع الدولي، لكن الموضوع الوقود يعني مسألة حيوية جدا، مثلها مثل السيادة التي فقدتها اليمن، ومثلها مثل الانتهاكات المرتكبة. يعني لا أحد ينكر أن هذه الميليشيا ترتكب الكثير من الانتهاكات، ومثل ما تحدثت موضوعها في لائحة الإرهاب. نبقى في نقطة الانتهاكات. اليوم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق تحدثت عن تحقيق في أكثر من 2000 واقعة راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأبرياء في اليمن، وأغلبها أغلب هذه الجرائم ارتكبت من قبل ميليشيا الحوثي. كيف يمكن الاعتماد على هذه الأرقام الواردة لمتابعة هذا الموضوع قانونيا والوصول إلى ما يسمى بالعدالة الانتقالية في اليمن؟ هنالك مطالب حقوقية ترفعها ليس فقط التقرير الذي أوردته قبل قليل، بينما منظمات عربية ودولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهي رأس ووتش وغيرها من المنظمات التي تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال في اليمن وضرورة التحقيق ومحاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان، وركزت بالتحديد على ميليشيات الحوثي التي تمارس انتهاكات غير معقولة فيما يتصل بحقوق الإنسان. وربما كان هنالك بيان من لجنة يمنية حول آلاف المختطفين من اليمنيين، وأن هنالك ما يقارب من 500 سجن تحت إدارة الحوثي في الشمال، في شمال اليمن، وأن جماعة الحوثي يمارسون ربما إرهابا ليس فقط على هذا المستوى، إنما أيضا حتى على مستوى المناهج التعليمية وإعادة العقارب الساعة إلى الوراء. هنالك انتهاكات بالجملة تمارسها جماعة الحوثي، وكما قلت لك يجب دوما أن نبحث عن الأسباب ويجب أن نبحث عن المخارج التي يمكن أن توقف جماعة الحوثي. هذه البيانات التي ذكرت وبيانات منظمة العفو الدولية وبيانات هيومن رايتس ووتش وبيانات منظمة سام للحريات في أوروبا ومنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها من المنظمات التي تتابع، والمرصد الأوروبي أيضا لحقوق الإنسان الذي يتابع الوضع في اليمن ويتابع انتهاكات ميليشيات الحوثي على مستوى التعذيب وعلى مستوى الاختطاف وعلى مستوى أيضا قمع الحريات وعلى مستوى أيضا إغلاق الحدود وعلى مستوى عدم السماح بهذه المدن لإدخال الوقود هذا ومعاناة الناس، هذا يؤكد كما قلت لك مرة أخرى بأننا بإزاء جرائم حرب ترتكب على مرأة ومسمع من العالم كله، وأنه ما كان لميليشيات الحوثي أن تقترف كل هذه الجرائم لولا أنها وجدت هذا الدعم. نحن نتحدث مثلا هي ميليشيات الحوثي تمثل المصالح الإيرانية وهي مدعومة من إيران، كيف يمكن لإيران أن توصل الدعم، دعم المادي ودعم السلاح إلى العاصمة اليمنية صنعاء بينما العاصمة تحت الحصار والمجتمع الدولي؟ شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عادل الحامدي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.